يعني احنا خلينا احنا مركزين في شغلنا طبعا. وخلينا لا بس حبيت ارد على النقطه دي تحديدا عشان بالظبط حد سالك. اصل انا مش مع موضوع الكعب العالي، يعني انت دايما بتاخد التاريخ، تاريخ المواجهات قبل كده الاهلي والاتحاد بنعمله تقرير يعني هي مجرد تاريخ. وخلي بالك كتير دلوقتي التاريخ ما بيلعبش دور، انت بتاخد من التاريخ الثقه، بتاخد من التاريخ انك عندك قيمه لازم تثبتها داخل الملعب، تديك على فكره ضغوط على اللاعبين، اللعيبه اللي بتلعب في انديه تاريخيه، انديه يعني لعيبه مضغوطه لانها بتلعب تحت انظار جماهير بالملايين، مطالبه دايما بالفوز، فده بيعمل ضغوط. ولكن ما بناخدش التاريخ معانا واحنا نازلين الملعب، احنا محضرين كويس قوي للحاضر بنشتغل عليه، وان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا ان شاء الله. هو ده الاهم زي ما حضرتك قلت يا كابتن هاني، انه ان احنا محضرين كويس او نحضر كويس الثلاث اربع ايام اللي جايه دول، وفي الاخر نتيجة بتاعت ربنا. عمرنا ما بنقول يا جماعه النتيجه دي هتطلع الاهلي هيكسب ثلاثه او هيكسب اثنين ولا هيكسب، لا عمرنا بنقول ايه؟ دايما اجتهد، موت نفسك في الملعب والنتيجه دي بتاعت ربنا. عمرنا ما قلنا حاجه غير كده طول حياتنا من واحنا بنلعب. انا اتعلمت منك وانت حضرتك اتعلمت من اللي قبلك واللي قبلك اتعلم من اللي قبلك، ان دايما ما بنقولش غير الكلمه دي، ان احنا هنجتهد ونموت نفسنا ولكن النتيجه دي بتاعت ربنا. وفي النهايه انا شخصيا للمره المليون برضو، لانه جالي اسئله كثيره جدا خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا عن من سيفوز في هذه المباراه. وجهه نظري ان المباراه دي 50-50، لا يوجد فيها طرف افضل من طرف. محد طبعا بنزيما ده راجل عالمي، وكانتي ده راجل عالمي، وفابينيو ده راجل عالمي، ورومارينيو راجل عالمي، وجابوا جوان حلوه قوي وعملوا شوط عالمي الشوط الاولاني، بغض النظر عن ضعف اوكلاند سيتي الحقيقه، ولكن نادي اتحاد جده عمل يحسب له طبعا، يحسب له ان هو احترم الفرقه مهما كانت وكسب ثلاثه. وانت بتتكلم على اسماء كبيره، دايما دايما خلينا عندنا ثقه في نفسنا. وانا بالظبط يعني انا خدت الكلام دوت حتى في رحله احترافي، لما اول ما بدات رحله احترافي كان في اسماء كبيره، او بدايه مثلا كاس العالم احنا بنلعب قدام اسماء كبيره جدا، الاسماء دي ممكن الفوارق هتقل كتير جدا في جوه الملعب جوه المستطيل الارضي. صح، اجتهادك وتركيزك وارادتك داخل الملعب الفروق دي بتقل وما بتبانش، بالعكس انت ممكن تظهر بشكل افضل يعني، وده المتوقع ان شاء الله من لعيبتنا باذن الله. يعني اتمنى طبعا ان النادي الاهلي يؤدي ما عليه، او لعيبه النادي الاهلي زي ما كابتن هاني قال في بدايه كلامه، لو احنا مركزين، لو احنا واقفين على رجلنا صح من الناحيه البدنيه، وده ان شاء الله هيكون موجود، لان احنا بقى لنا 3 4 ايام او يعني من امبارح ومسافروا الاثنين. مظبوط، 2 3 4 اعتقد المده كافيه يا كابتن هاني، مده كافيه خلاص. واعتقد من النواحي البدنيه خلاص احنا في اعتقادي الشخصي احنا جاهزين جدا، النواحي النفسيه اكيد اتكلموا اللعيبه، اتكلموا معنا مع بعضهم بشكل كبير من خلال الاحاديث، الكلام الشناوي محمد هاني، في ثقه وفي اراده كمان ان شاء الله باذن الله ان لعيبتنا تعمل شكل جيد. وزي ما بيقول الكابتن اسلام، كل المطلوب انك تطلع كل اللي عندك، انك تحارب على اسم، ما تلعبش باسم النادي الاهلي دلوقتي، انت بتلعب باسم مصر وبتلعب باسم افريقيا، انت الممثل صحيح الاساسي لافريقيا دلوقتي. وبالتالي اعتقادي الشخصي او عندي ثقه كبيره جدا ان اللعيبه وصلها هذه الرسائل، وان شاء الله يعملوا مباراه جيده يعني.